قلت عبد الحليم هلا يلا. على فكرة عبد الحليم حدا رومانسي، أنت من النوع الرومانسي ولا النوع الواقعي ولا النوع البراغماتي، أي نوع أنت؟ أنا كلهم مع بعض. خير إن شاء الله. حسب. يلا. طويلة الغنية بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس عم بتحوصي كتير يعني، خليكي قريبة من المايك ماشي يا حلوة.